دكتور شينغ، أسرع، تنفسه قد توقف. أنا لست والدتك. خذلت جميع أفراد عائلتي ليومي. هي من فعلت ذلك؟ ساعدونا! أحضر المفتاح! افتحوا الباب! أين المفتاح؟ دعني أنا أرتكب ذاك الخطأ! لي شينغ، كفى! ما حدث لليومين ووجودي في التحقيق، أنا غير راض عن كل ما حدث. لقد كان علي أن أتصرف بطريقة أكثر قساوة وحزم. إن قلبي يشعر بالكثير من الندم. أنا أشعر أني أسقط على الأرض ولا أستطيع تحقيق حلمي. العالم كله يراني كحشرة تسعى للسلطة والنفوذ، وكأنني إنسان خسيس. بعد ما حدث أحسست فجأة أن كل أفكاري وطرقي كانت سخيفة. إني أرى أن تكون مكاني تتولى إدارة المشفى لتصبح المدير. أنت مدير جيد، تحافظ على ما أقسمنا عليه وتسعى لتحقيق أهداف المشفى، وسأعود جراحاً عادياً. هذا ما أتمناه. في هذه الأيام أيقنت أيضاً أن الأحلام ليست لتحقيقها، وإنما وجودها بحد ذاته ورغبتنا في تحقيقها يعطي لحياتنا الجمال. محق. النتيجة مهمة، والمراحل مهمة أيضاً. دكتور، كلامك صحيح. أفهم طريقة تفكيرك، وأتمنى أن تصبح مديراً جيداً وتأخذنا للأعلى معك. لذلك دكتور، لن أدعك تتراجع، ولن أسمح لك بالفشل. والمشاكل نحلها معا، وسنواجه أي شيء معا. دكتور، تعال، كما كنا نلعب سويا سنحارب. يي، ها؟ ما زلت هنا؟ أجل. ماذا بك؟ لا شيء أبدا. لقد سمعت منذ قليل أن قسم الاتصال بمكتب الصحة قد اتصل بنا، يريدون التواصل معنا. قل لي، ما رأيك بذلك؟ سيدي، لا أخفيك، أشعر بالحيرة. إننا كل يوم نتلقى شكاوى من المرضى، والقراء جميعهم يقولون إنه خطأ المشفى. لم تسمع ماذا قالوا؟ لو سمعت لغضبت كثيراً. لما لا نذهب للمشفى من أجل تحقيق أو مقابلة؟ بأي طريقة نذهب؟ سيعاملوننا بطريقة سيئة ويطردوننا بكل سهولة. سيجدون الأعذار أيضاً، لن نستطيع فعل شيء. برأيك لا عيب في المشفى؟ اليوم الدكتور وو تحدث معي.
وكان معنا الدكتور شينغ، ولم أستطع أن أكف عن التفكير، لذلك سيدي أنا حقا أشعر بالحيرة، حقا. إني أفهم قصدك جيدا. أعتقد أنهم أثاروا الشك، لكن المرضى لا يخلون أيضا من المسؤولية. أعتقد أن السؤال الصحيح هو كيف سنتواصل معهم؟ فلتسمعني الآن، إن مسؤوليتنا كبيرة جدا، وهناك متاعب، وعلينا أن نجد حلولا لها. مرحبا. مرحبا، هذا أنا دكتور وو. أجل، أنا أعلم. إذا لم تكن مشغولا، أريدك أن تأتي لمكتبي لنتحدث قليلا. مرحبا، كيف حالك؟ ما الأمر؟ تشيل، ما الذي تفعله أنت؟ أصحيح أنك أمرت بحصر المواد؟ إنها مواد مخالفة، فيها خطر. هذه الأشياء تكلف الكثير، أتريدني أن أخسر عملي؟ ألسنا أصدقاء؟ لقد أخبرتك من قبل أن تنتبه لذلك، وأنت وعدتني أن تنتبه. هل ما تفعله يبقينا صديقين؟ حسنا تشيل، إنك شخص شجاع، لكن لا تنسى الاتفاق بيننا، عليك أن تأخذه بعين الاعتبار. لا تقل إننا لسنا أصدقاء. حسنا، اسمعني جيدا، فأنا جاد، لا تحاول معي، فأنا لن أقبل. حسنا، علمت، عندي عملية، سأذهب بعد العمل. حسنا، إلى اللقاء. مرحبا، قد أتيت لأعتذر منك، وبخني رئيس التحرير، وما قلته أنت والدكتور شينغ أثر بي. أنا الذي سيعتذر منك، تعال معي سأريك شيئا. أنت تريد أن تعرف كل الحقيقة. سأدعك تراها اليوم وسأشرح لك. هل تعلم لماذا غضبت منك؟ لأنك لم تفهم. رجل عمره 70 عاماً بقي في المشفى 40 يوماً بعد علاج
كلفه 1,800,000 يوان، قد توفي. هذا استفسار؟ هذا سؤال؟ لا، إنه استنتاج. بوضعك الاتهامات على عاتق مشفانا، كيف سينظر لنا الناس؟ كيف سيثقون بنا؟ لماذا لم تستمع إلي من البداية؟ أجبرتنا على قول المبررات، ومع ذلك أي مبرر بلا فائدة. جعلتنا نشعر بالضعف، أتشعر بذلك؟ في ظل هذه البيئة والظروف، من كان سيستمع إلينا في شرح عملية العلاج المعقدة واللامنتهية؟ وحتى لو شرحنا، من كان سيفهم؟ من كان سيستمع لنا؟ لا تستطيع شرح شيء لشخص لا يثق بك. ماذا يمكن أن تقول؟ كيفية العلاج مشكلتنا، أنت تعلم، عليك الوثوق بنا. إن موت هذا الرجل صدمة لأي شخص. أعتذر، أخذت الأمر بشكل شخصي. التعصب أكثر ما يجرح الناس. عندما تتعرض إحدى المهن للاستجواب، وعند دفع الأطباء لمواجهة الرأي العام، لن يكون أمامنا سوى الصمت والعدل والصدق، وإلا سوف نقع في دائرة الشك. أتعلم؟ الصين فيها 6 ملايين طبيب وممرضة. هؤلاء 6 ملايين غالبيتهم ناس طيبون وجيدون. عندما تكتب هذا، ما الذي سنفعله نحن؟ في السنة الفائتة كان بيننا العديد من الخلافات. لم أكن أتحمل ذلك. كنت أعتقد أن كل ما أفعله صحيح وأنه في مصلحة المشفى، لذلك كنت قاسياً معك. لكن الآن موت اليومين وما حصل لها جعلني أرى حقيقة الأمر. إذا كان للحق والباطل وجود والعدالة، سيكون كل ما نفعله شيئاً نبيلاً، وإلا سنعيش بشقاء. هذا ما قالته اليومين لنا قبل موتها. كان يجب أن أتحمل هذا منذ البداية، ولكنني جعلت امرأة ضعيفة، حساسة، تتحمله بدلاً عني. دكتور وو، سأحتفظ بهذه الرسالة. إذا سمحت لي، أنا سأقوم بنشر ما تحويه في جريدتنا. أتوافق؟ أريد من الجميع أن يعرفوا قصة اليومين وما عانته من ظلم وألم. هذه قصة إحدى الممرضات، كبيرة الممرضات التي خدمت مهنتها بشرف. أخطأت خطأها الوحيد وفعلت ما لا يجب فعله، فلم تتجرأ أن تواجه نفسها واختارت أن تموت وانتحرت لتغسل عارها بيدها. بعد أن أعطت للناس الحياة وجعلت قلوبهم تنبض، أما نحن أسأنا الفهم وناقشنا مشاكل الأطباء ومشاكل العلاج وتناسينا مشاعرها، وبقينا نركض وراء الكوارث. واهتممنا فقط بواجبات المهنة. في المشافي، الأطباء والمرضى، كل منا له دوره ليقوم به. توسلت الممرضة لطليقها ألا يسمح لابنتها أن تصبح ممرضة. لكن بعد سنوات، من سيعالجها؟ دائماً نشكو من المشفى ونشك بالأطباء. هل نحن مرضى مثاليون؟ ما يواجهه الأطباء من ضغوط يمنعهم أن يقولوا ما بداخلهم، ولا يستطيعون إيجاد رابط بينهم وبين المجتمع. ولهذا مهنة الطب يجب أن تحمي نفسها، وهذه هي الحقيقة التي لا نراها.
قرأته؟ أجل، أنت جاهز؟ هذا متوقع، أنا جاهز. سأظل بجانبك. من توفي؟ من أقاربك؟ كيف عرفت عنواني؟ هل تعرف هوان؟ الطالب الذي زرع الكلية. أمه مثيرة للاهتمام، أبحث عنها في كل مكان، لا تريد التعاون معي. كيف تعملون هنا؟ نحن هنا نعمل بحسب الحالة والمطالب. حسناً، لدي قريب يعاني التهاباً بالزائدة، قبل العملية كان بخير وبعدها قد توفي، وقالوا إنه بسبب خطأ تخدير. حقاً؟ سوف تربح بالتأكيد، دع الأمر لي. ها؟ وكيف ستأخذ الأموال؟ هذا سهل جدا، عليك إثارة المشاكل، سنذهب إلى المشفى ونثير الضجة، وهذا بحسب المشكلة المثارة، ثم نوكل محاميا. اجلس. ألا تخاف أن يبلغ الشرطة إذا حدث خطأ؟ إذا لم نؤذي أحداً، بالطبع لا، كما أنهم في المشفى سيتجنبون الشرطة. سأخبرك، شركتنا تأسست منذ سنة ولم نفشل أبداً. في النهاية المشفى يتنازل لإنهاء المشاكل ونحن نحصل على المال، حوالي 200,000، سنقسمهم مناصفة. ما رأيك؟ هذا جيد. عندي هنا بعض الملفات، انظر. لن نتعب أنفسنا، بالإضافة لذلك سوف نكتب بعض المستندات ونسند اتهامات أيضاً. ألقي نظرة عليها، سأخبرك بشيء. وضع الناس هذه الأيام بالمشافي سيء جداً، بغض النظر عن المخطئ، فإن الناس ستتهم المشفى، والرأي العام سيقف بجانبنا، كما أنه إذا كبرت المشكلة أكثر فإنها لن تقتصر على مكتب الصحة، فالمرضى لن يذهبوا للمشفى ثانية، وبعد ذلك سوف تتأثر سمعتهم بالتأكيد. وسيضطرون للتنازل لرغباتنا للحفاظ على سمعتهم. هذا الأمر سهل جدا. حسناً، فهمت. اسمع، سأذهب لأهلي لأشرح لهم ثم أعود. حسناً، انتظر، رقم هاتفك. لا داعي لذلك، سأتي إليك ثانية، اتفقنا؟ بالتأكيد، في عملنا عليك أن تنسى الرحمة، موت الناس كارثة كبيرة بالنسبة لنا، وعلينا أن نحول هذه الكارثة لشيء مفيد. أهذا صحيح؟ صحيح، سأذهب. إلى اللقاء. هذا سهل جدا، عليك إثارة المشاكل. مرحبا. مرحبا، اسمعي، لقد صورته. إني قريبة منك، انتظرني، سأتي إليك. حسناً. هيا.
توقف. انتظر انتظر انتظر، أعطنا الشريط. هيا أعطنا الشريط، هيا أعطنا الشريط. لن تفلت منك. هيا انتظر، سنمسك بك. سنمسك بك. توقف. هيا سنمسك بك. تعال توقف. أعطني هذا الشريط. أعطني الشريط. هيا أعطني الشريط. هيا أعطني الشريط. لن أتركك. قلت لكم بسرعة. هيا هيا توقف. اتركوه جوك. هيا 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 أنت هيا 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 قافر. هيا أيها الضابط، إنهم محتالون، أمسك بهم. هذا أنت؟ أيها الضابط، إنه محتال، مع الأدلة. هيا 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 توقفوا. هيا 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 بسرعة. اتركني. دكتور وو، قرأت المقال وأعجبني. أنا أعتقد أنه بداية للتواصل مع المجتمع والناس. سيدي، أنا أيضاً فكرت وأريد أن أقول ما بداخلي. انتظرت هذا اليوم وعلمت أنك ستفعلها. عذراً، علي أن أجيب الآن. مرحباً، نتحدث في الأمر. حاضر، كما تريد. دكتور وو، اتصل المدير ويريد مقابلتك، ما رأيك بذلك؟ كما تريدون. مرحبا دكتور وو. أهلا أهلا بك، تفضل، يمكنك الذهاب. حسنا، تفضل. قرأت المقال، إنه جميل جدا. ها نحن بمفردنا، أنا وأنت فقط. أخرج كل ما بداخلك وقله لي. سأقول الحقيقة، بعدما وصلنا إليه اليوم أعتبر نفسي لا شيء، لكن لا أعلم إن استدعيتني لأشرح لك. دكتور وو، إننا زملاء دراسة قديمة، هذا أولاً. بالإضافة لذلك، في بلدنا ومجتمعنا لا يمكنك إخفاء أي شيء، يجب توضيح الأمور. لذلك أرجوك أخبرني بالحقيقة. سأقول ما بداخلي. حقيقة الأمر، أتحمل المسؤولية كاملة، على الرغم من ضعفي في الإدارة. وما حصل كان نتيجة بعض الأطباء ومندوبي الأدوية. هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، لذلك أنا أتحمل المسؤولية وأتحمل العواقب. حسناً، أكمل. سأشرح وجهة نظري. لقد حاولت جاهداً أن أخفي الحقيقة. هذا ليس لأني لم أكن على علم بها، لكن ما كنا عليه قبلاً قد جعلني أعتقد أن حالة المجتمع في صراع بين المرضى والأطباء. لقد أصبحت ردة فعل المجتمع ككل تجاه المشافي سيئة ومبالغا فيها، فعلينا تغطية الأمر
وحماية الأطباء. لذلك ما يحدث داخل المشفى أو خارجه في المجتمع لن نخفيه، سنكون صريحين. اسمعني، أنا أتفق معك بكلامك، وفي الحقيقة أنا أيضاً لم أفهم ذلك من قبل. علينا أن نثق بالمجتمع والناس والحكومة أيضاً، والأهم أن نثق بعصرنا. بمناسبة ذلك أريد إخبارك بشيء ما. حسناً، تفضل. كثر الظلم الواقع على الأطباء. أعتقد أن مهنة الطب تواجه العديد من المتاعب والمشاكل. بعد 30 عاماً من الإصلاح تغيرت حياتنا بشكل كبير. كثرت الوسائل بين أيدينا، ولكن طبيعة الإنسان لم تتقدم ولا خطوة واحدة. إن الصحة والطب من أساسيات كل مجتمع أو من وسائل الدفاع عن البلاد، ومع ذلك مهنتنا لم تتقدم. فهناك أمران لم نفهمهما جيداً: إنجازات الطب واستثمارات الدولة لتطوير الطب التي لم تتوفر. في 30 عاماً الماضية حققنا إنجازات كبيرة في الطب والصحة، وقد أصبحت معدلات الوفيات منخفضة، وضحايا الموت المفاجئ انخفضت نسبتهم أيضاً. في هذه الحالة فرصة النجاة أصبحت كبيرة عند المرضى. هذا التطور الذي وصلنا إليه أتمنى أن يراه الجميع، وأن تثق بنا عامة الناس. وصل معدل دخل الصينيين 1200 دولار إلى الآن. لقد انتقلنا من مرحلة الاكتفاء الذاتي بالكساء والغذاء إلى مرحلة تيسير الحال والرفاهية. عند مرور المجتمع بهذا ستزيد نفقات العلاج لتستخدم في نفقات التشخيص، وهذه من علامات تقدم المجتمع. في الماضي كان الناس لا يذهبون للمشافي، والآن بعد توفر المال أصبح بإمكانهم الذهاب للمشفى ومعالجة الأمراض التي يعانون منها. هذا يعتمد على المال. في الماضي كان مستوى العلاج منخفضاً جداً، أما الآن تقدم الطب ومهارات التشخيص، بسهولة نعرف المرض. هذا لا يعني القدرة على العلاج، يعني أن الطب بحاجة للتطور. الناس حالياً يعرفون مرضهم ومع ذلك يلوموننا، ولكن الأطباء يحتاجون إلى مراجعة التحاليل والتقارير بدقة، ويحتاجون أساليب علاج إضافية حتى يستطيعوا التغلب على المرض. هذا ما يجب أن نعلنه أمام الجميع، ومع ذلك لن يتقبلوا تكاليف العلاج. مهمة الأطباء المحافظة على الأرواح وجعل الأموات يغادرون بسلام. إن الأطباء يعانون من الضغوط، يهتمون بالنفقات والتشخيص والعلاج، ويهتمون بكل مرحلة من مراحل العلاج. ومراحل تشخيص الأطباء للمرض أصبحت معقدة، وجسم الإنسان عالم معقد جداً. يحتاج الأطباء طوال اليوم أن يبرروا للناس الغير متخصصين بالطب: ما فائدة الدواء؟ قل لي، ولماذا نستخدم هذا العلاج؟ أي خطأ بسيط في الكلام يجلب لنا الكثير من المتاعب مع المرضى. أفكار الناس أصبحت معقدة، ولا يفهمون أننا نحاول جهدنا للحفاظ على الأرواح. يلومون الأطباء والمشافي ولا يعلمون ماذا نفعل. الأطباء الصينيون يبذلون جهدهم. كونك طبيب في هذا العالم يجعلك تشعر بالشقاء الشديد. مهنة الطب متعبة، على الطبيب أن يتحمل كل هذه العمليات والمهام المرهقة، ومع ذلك يسمع كلاماً من الناس أنه مقصر بعلاج مرضاه. ومع كل هذا يتهم أيضاً باستغلال معرفته الطبية وجهل الناس بذلك في محاولته الحصول على مال أكثر من العلاج. لا أملك فكرة كيف يمكنني النجاة من كل هذا. والشرح للناس أن الطبيب يشعر بنفس الحزن والألم وربما أكثر عندما يفقد مريضاً يعالجه، لأنه يشعر بالعجز والضعف لأنه لم يستطع فعل شيء. إن زوجتي إيدان حامل في الشهر 8،
وما زالت تعمل بغرف العمليات. تدخل عمليتين في اليوم، تواجه الفيروسات والمرضى والمواقف العاطفية وتلطخ نفسها بالدم. قلة موارد العلاج والمشافي والأطباء يصعب على الناس الدخول إلى الطبيب بسبب فترة الانتظار الطويلة، وعندما يدخلون يقول لهم الطبيب بضع كلمات ليخرجوا بسرعة. لا عجب أنهم غير راضين عنا، فهم ينفقون أموالهم ولا يعالجون جيداً، ومن المؤكد أنهم سيشكون بالمشفى. في الحقيقة إنهم متعبون، إنهم مرضى ويتحملون الألام، وإذا لاقوا تقصيراً سيغضبون بالتأكيد من المشافي والأطباء، لأنهم لا يعلمون أن الطب محدود والأطباء ليسوا خارقين. الأطباء والمرضى يواجهون نفس الأمراض. علينا التواصل لحل المشكلة، ولكن الأموال تأتي في المنتصف فيستحيل التواصل. سيدي، سامحني على صراحتي هذه، الطب مهنة نبيلة ومحترمة، وعلى الأطباء احترام المرضى والحفاظ على الأرواح بأفضل القدرات. هناك قول مأثور يقول إن الأطباء يحملون قلوب الآباء والأمهات، ولكن من يتصرف هكذا من الأطباء الموجودين حالياً؟ وأنا كمدير منشغل جداً، كل ما أستطيع التفكير به كيف أحقق التوازن بين الأطباء والممرضين ليتحدوا بالعمل باستخدام حدسي. والأطباء لهم حياتهم الخاصة، ومن حقهم أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية. لقد خذلت أطبائي بالمشفى، لم أعد أستطيع أن أعدهم بأي شيء، طلبت منهم التضحية، وبعد كل الذي حصل قد أدركت أني قد خذلتهم. لن أعرض عليهم المكافآت، ولن أستطيع منحهم المزيد من الرفاهية. أنا الدكتور وو، ولا أحب المال ولا أحب الاختلاس، ولكن كيف سوف أريهم هذا؟ كيف سأعوض عليهم يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة من الشقاء يعانون كما يعاني المرضى، وكذلك المرضى في شقاء وقد استأمنون على أجسامهم ومصيرهم؟ الأطباء والمرضى يعانون كلهم. علينا أن نكون صريحين ونشرح لهم كل ما يتعلق بعلاجهم، وغير ذلك لا أعذار لنا، لا أعذار. دكتور هو، لقد تحدثت كثيرا كما فكرت كثيرا، إذا أردت معاقبتي مهما كان هذا العقاب سأتقبله، مهما كان سأتقبله وسأتحمله. اسمعني، أنا سعيد جدا بصراحتك هذه وفخور بك. إن ما قلته هو ما كنت أفكر فيه. هذه المرة سأكون معك، أعترف أننا أخطأنا، فقد أسأنا فهم هذا المجتمع. سنشرح لهم ونعيد الاحترام والثقة، أعدك بذلك، فأنت محق. لقد حان الوقت لنطلب المغفرة من الجميع، والآن يجب أن نحل المشكلة.
ماذا تفعل؟ أنتظرك. تعال لنتمشى قليلا ونتناول العشاء. هيا لنذهب للسوق. إيدان تريد عربة لابنتنا وقد أجلت ذلك. هيا لنذهب الآن. هل سنعود الآن؟ حسناً، لنتمشى. ما رأيك؟ أتذكر أيام الجامعة عندما ذهبنا للسينما ولم نجد ما يقلنا فمشينا 4 ساعات لنعود. لم أشعر بالراحة منذ زمن. هيه، أريد أن أسألك. ماذا؟ لماذا لم تتزوج؟ ربما لأني منشغل. لأجل ذلك؟ لما تسأل؟ لا شيء، فضول. قد سألني أحد أصدقائي من قبل عن موضوع الزواج، لم أفكر بالأمر، ربما كنت منشغلاً ولا وقت لدي. مشغول. أنا أفهمك. الأطباء دائماً مشغولون لدرجة أنهم ينسون أنفسهم. أنا لا أهتم بنفسي أبداً. منذ أن درست الطب وأمسكت مشرة العمليات، حينها اخترت حياة أخرى. لم أفكر أبداً كيف سأعيش بعد خروجي من غرفة العمليات. في قلبي دائما خوف من شيء ما، يمكن أن يكون خوفا من الروتين أو الخطأ أثناء تأدية عملي بالجراحة. إيه، ألم تشعر طوال سنواتك أنك وحيد؟ لا أعرف. ربما لأنني أصبحت أستمتع بهذه الوحدة. عندما كنت بأمريكا عالجت إحدى السيدات، أذكر أنها قالت إنه في يوم لو أنك وجدت صعوبة في كيفية وصف مشاعرك، أو إذا وجدت نفسك في منتصف طريق جميل مساء لوحدك، عندها أعلم أنها الوحدة. شعرت بهذا الشعور نحوها. نحن متشابهان. ماذا فعلت؟ لقد غادرت ونسيت الأمر. ألم تبحث عنها؟ لا، لقد كنت منشغلاً بالعمل. أنت شخص أحمق. لست أفضل مني. هيا، أنا مدين بإيدان. لقد خذلتها كثيراً.
انشغلت بعملي عنها وتجاهلت مشاعرها ونسيت اعتبارها واهتممت بعملي فقط. أعتقد أنها تشعر الآن بالوحدة الشديدة، لكن فلتطمئن، أعرف ماذا يجب أن أفعل. لقد تعلمت الكثير مما حدث معي. عندما ترغب بالتمسك بشيء لا يكون للعالم وجود، لكن عندما لا تريد هذا العالم موجود. أشعر أن علي أن أسعى لحياة أفضل. حبيبتي إلى السرير، هيا هيا. أشعر أني معجبة بك. إن الدكتور تشين أخذ 200,000 رشوة. أين هو الآن؟ أنت من اتصل وقلت ستسلم نفسك؟ أجل. وبعد شهر كامل من التحقيق بهذا الأمر ظهرت النتيجة، وتوصلنا إلى أن العديد من الأشخاص تورطوا بالأمر.